يا هلا بالغوالي، احلى متابعين متابعينا الاعزاء، متابعين قناة كول، مستمرين مع بعض في العطاء، مستمرين مع بعض في مساعدة جيراننا، في مساعدة النازحين، في مساعدة اهلنا. اليوم احنا في مبادرة زي ما انتم شايفين سميتها مبادرة السحور، لان فيها شغلات كثير لها علاقة بالسحور، جبنة، حلاوة، مربى، تمر، دبس، اندومي. يمكن الناس تستغرب شوي او تنتقدنا انه بنوزع الاندومي، بس للعلم احنا شرباتنا اليوم بتقوم على الاندومي. يعني كل الشربات اللي بنفطر عليها حتى يعني في وجبات الافطار تبعتنا لازم هيك يتضمن الاندومي، او اساسي ممكن تبقى الوجبة الاساسية الايام هذه عندنا هي الاندومي. عشان هيك اليوم قمنا بهذه المبادرة حتى نساند شوية جيراننا واهلنا في غزة الحبيب. الاخوة النازحين راح يكون معنا علبة واحدة من هذه، تنتين في عندنا حلاوة، راح يكون عندنا كمان حبتين، في عندنا اندومي كمان حبتين، في عندنا كمان تمر محترم. هذه هي السلة تبعتنا، بتنعشهم شوية يعني بصراحة. خلينا الآن بدنا نقوم بتبكيتهم وتوزيعهم على الإخوة النازحين الموجودين معنا في المخيم. خليكم معنا متابعينا. والآن انتهينا الحمد لله، قدرنا انه نعمل 60 سلة غذائية، راح نوزعهم الآن ونبدأ على بركة الله، نبدأ بالجيران وبالناس اللي حوالينا، وبعد هيك بنوزع لفئة أكثر. يلا يا أصحابي نبدأ مع بعض. أبوي تفضل يا أختي. أنا مرعي. أنا مرعي. أنا مرعي. عرف. تفضل. تفضل غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ يا حي الله بيك. تفضل يا غالي. ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين. تسلم الصحة والسلامة. الله يسعدك ويبارك فيك يا غالي. العافية شباب. كيف حالك؟ تفضل. السلام عليكم. السلام. ايش اخباركم؟ كيف انتم؟ كيفين؟ سنتكم سخنة بارد. يلا يا الله. تفضل يا اخي. صح الغلاء ساكتة. تفضل يا عم. يلا تفضل. كيف حالك يا ابو؟ ايش اخبارك؟ سلامتك بخير. سلامات. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ كيف انت؟ الله يعطيك الصحة يا رب. تفضل يا سامي. شكرا. العافية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا يا عرب. يلا يلا يا عرب. تفضل يا أختي. سلامات. مرحبا. كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ مالك معصب اليوم هيك ومكشف؟ طيب هذه لك عشان تنبسط وتفرح. منيح؟ كل عام وانت بخير. تفضل يا غالي. كل عام وانت بخير. يلا والان بدنا ننتقل احنا على منطقة ثانية غير هذه المنطقة المحيطة فينا، الحمد لله غطينا هذه المنطقة، ننتقل لمنطقة ابعد. خلينا يلا نبدأ التوزيع واشوفكم على خير ان شاء الله، وان شاء الله دائما هذه الاعمال تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله. اشوفكم على خير. سلام.